مبدئيا جهاز كشف الأعطال بيتكون من قطعة الإرسال وجهاز الاستقبال. قطعة الإرسال اللي بتركب فيه السيارة وبتبدأ تعمل كوميونيكيشن أو اتصال بجميع كنترولات السيارة، وبعد كده بترسل الإشارات بتاعتها للجهاز اللي بيكون فيه برامج السيارة المخصص، بمعنى إن هنا عندنا في برنامج البي واي دي، في برنامج البي ام دبليو وغيرها من السيارات وموديلاتها. طبعا دي قطعة تطويلة للقطعة الصغيرة علشان من كتر استخدام الجهاز بيحصل تآكل في البنات، وعلشان نحافظ على القطعة الأصلية للجهاز بنعمل لها تطويلة أو اكستنشن كابل بالشكل ده، وبنبدأ نوصل القطعة عن طريق الفيشة من الجهة دي. فوق في الآي وتحت في الديسكريبشن طريقة شراء جهاز كشف الأعطال وإيه الموديلات المتاحة. طبعا في موديلات كتير جدا، ولكن فوق في الاي تحت الديسكريبشن اشهر الموديلات المستخدمه في السوق المصري او في السوق العربي. وتعالوا دلوقتي نشوف ازاي هنستخدم الجهاز ونكشف بيه على السياره. اول حاجه بتيجي تعملها بتبدا تفك الكفر اللي موجود فيه سوكت كشف الاعطال، بعد كده بتبدا تجيب الفيشه وتركبها على السوكت عشان تعمل كونكشن بكنترولات السياره. بعد كده بتيجي تفتح كونتاكت، وزي ما واضح قدامنا ان في لمبه تشيك انجن منوره. بعد كده باستخدام جهاز كشف الاعطال بتبدا تيجي تفتح ايقونه البرنامج اللي فيها جميع موديلات السيارات. طبعا العربيه اللي احنا شغالين عليها هي سياره كيا، فبنيجي نفتح الدياجنوزز، بعد كده بنكتب كلمه كيا علشان يطلع لي برنامج الكيا. ابدأ بعد كده ادوس على برنامج الكيا، ابدأ بعد كده اعمل سيرش على القطعة لانها شغالة عن طريق البلوتوث، بعد كده بيحصل كونكشن اوتوماتيك من جهاز كشف الاعطال على القطعة. بعد كده بختار 16 بن، بعد كده بختار اوتوماتيكلي سيرش، يعني يعمل سيرش اوتوماتيك بدون تدخل عندي. بعد كده بيطلب السيريال نمبر بتاع السيارة، في عربيات بيطلبها وفي عربيات لا، انا كتبت السيريال نمبر وبعد كده بدوس اوكي. بيظهر لي موديل العربية 2014 والموتور 1600 والمكنة جي دي اي. بعد كده بختار هيلث ريبورت، يعني يعمل لي بحث شامل على جميع كنترولات السيارة. ممكن بعد كده تختار سيستم سيلكشن وتختار على قد الكنترول اللي انت عايزه، يعني لو محتاجه كنترول الموتور تبدأ تخش على كنترول الموتور. هنا انا اخترت الهيلث ريبورت كل الكنترولات، زي ما واضح قدام حضراتكم اول كنترول الـ ECM اللي هو الـ Engine Control Module، بعد كده الـ TCM الـ Transmission Control Module، وده كنترول الفتيس، بعد كده الـ APS اللي هو Anti-Lock Brake System، بعد كده الـ SRS اللي هو الكنترول بتاع الـ Airbag، وبعد كده بيبدأ يحدد لك الكنترول اللي بالأسود مفهوش أعطال، الكنترول اللي الكتابة فيه بالأحمر هو ده اللي فيه العطل، او هو ده الكنترول اللي مخزن العطل، واللي الجهاز بيبدا يحلل ايه العطل اللي موجود بداخل الكنترول او العطل الكنترول مخزنه. طبعا هنا احنا وصلنا فوق ل 89%، بيبدا كده 94% بيبدا يعمل سيرش على كل كنترولات السياره، وبعد كده يطلع لك جميع الاعطال في الاخر. طبعا هنا عندنا الكاتاليست سيستم في مشكلة في علبة البيئة، كنترول المكنة اريها، والرير ليفت سنسور فولت، وفي كمان في الباركينج سنسور عطل ظهر. بنبدأ نختار الكلير دي تي سي، يعني نمسح كل الاعطال، وبندوس يس. لاحظ معايا اختفاء لمبة اللي تشيك سريعا كده، انا مسحت عطل علبة البيئة ولكن هيرجع يرد تاني. ده كان سريعا بالمختصر طريقة استخدام جهاز كشف الأعطال في أقل من 3 دقايق. وفوق في الآي وتحت في الديسكريبشن في طرق كتير لاستخدامات جهاز كشف الأعطال، وكمان في قوائم التشغيل أشجعك إنك تتفرج عليها. شكرا لكم.